هلي ميت هلي شلونكم زينين مو زينين مشتاقين ما تبينون شنال شلونكم ولك واحد ولك يوتيوبر يدي مقدمة هيك ادر قاعد تويا وين قاعد وين قاعد طبعا السلام عليكم شباب وبنات شلونكم شو اخباركم ان شاء الله كله بخير والله العظيم فد مشتاق لكم اشتياق فوق ما تتصورونه قاطع عليكم ويعني ويوتيوب وصايره هوسه علي الله شاهد عاد ايش احوس يمنى ويسرى شنو مثلا ترجدي بجانك خايب خايب ارشيد ارشيد ام دا فيا شباب والله العظيم مشتاقين واسف على هاي القطعة اللي القناة طويلة كلش كلش فاليوم ضم لكم مفاجأة والمفاجأة كبرى ما راح تتوقعونها شنية فراح اروح هسه راح اخذ التيك توك واخذ اخوي حسون وياي وراح اشوفكم هاي المفاجأة وراح وما راح تتوقعون منين راح اجيبها تمام فخليكم ويا الفيديو ويلا تعالوا وياني شباب مثل ما تشوفون هسه حاليا وحدي بالتيك توك بهذا المكان بس زور وعاقول يعني مكان مهجور وبعيد حلو ما اسمع بس صوت الكلاب مو وحدي انا وحسون تعال خل المتابعين يشوفونه اعطيني كاميرا ما تشوفون هذا حسون جينا انا وياه هاك حسون جنب الكاميرا طبعا اكو شغله اريد اسوي لكم بالبدايه وشنو يعني وليش انا هنا تمام قبل شهر حلو او قبل 20 يوم انا كنت بالدوام هناك بالناصريه جوا فخابرنا صديقي قال جتك هديه حلو فقلت له انا هسه بنص الطريق يعني ما اقدر اجي للبيت او ما او اتاخر للليل يلا اجي فقلت له راح انتظرك بنص الطريق يعني نص المسافه انتظرته وطالع الهديه فاجيت انا اخذت الهديه ودفنتها هنا حلو بهذا المكان وهاي الهديه يعني بقت تقريبا 10 ايام يعني هنا مدفونه واليوم يلا اجيتها وهسه دنيا الغروب كلش يعني كل شيء ما اشوف واحتمال ارجع لاهلي ساعه ساعتين يلا اوصل اجيت بالتكتك فهسه راح نروح ندور على هاي وريد اتوقع التوقعات مالكم شنو اذا توقعت شنو هاي الهديه او شنو انا دافن هنا لكم هديه من عندي تمام حسن تعال ندور هنا ما عليكم شوي لين بتعوق ما اعرف يعني وين بالضبط دفنت ثاني راح ادور عليها تعال نوثق لهم لو هنا انا لو هناك دفنت انا ما ادري بالضبط شو قدامي تلقى مكان حفر يعني انت عشرة ايام يعني مو هواية لا تصور منا ومنا اي غير نوثق لهم شو توثق مهم شباب بهاي ان شاء الله يعني هدية يعني قوية حلوة كلش تمام فانا ما صح للوقت او المجال في اجي اخذها فدفنتها هنا لو رحت للدوام قبل بس قاعد ادور عليها مشكلة تيهته اي هاي هاي تعال هاي هنا يا سلام هنا دفنت اتذكر ايوه هذا البطل كان موجود هنا دنا الكاميرا دنا عليه دنا قاعد يقعد شو السالفة وينها تطلع اي ها يا هلي يا هلي
طالبين هنا. يا شباب هاي الهدية، فكتبوا لنا بالتعليقات هسه شنو توقعاتكم وشنو هي، لان هسه راح ما راح افتحها هنا، انا راح افتحها بالبيت. تمام، ويلا تعالوا لنا للبيت. خليها بحضنا خاف تنكسر. حلو، ايه يا شباب هسه رجعت للبيت وبعد ما بدلت ملابسي، ف تتوقعون ايش تتوقعون قبل ما اراويكم اياها؟ ايش تتوقعون هاي شنو اللي يتوقعها؟ حلو، الى الحين شده بس الجدات اتراني اترى خلاص اترو، ف توقعوا ايش شنو. شوف والله بعت الترابة، بعت ترى تقتلنا امي صار بيها التراب قاعد. فشباب يعني انا قبل نزعت من العلاقة وجبت التراب عادي بتنسى. ف ايش تتوقعون هاي شنو؟ اكو بكم يعرفونها اكو بكم ما يعرفونها. حلو، وصل كنا هاي 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 ما عليكم بها، هاي ما تفيدكم طبعا، ما تفيدكم قبل راح تاخذون هنا. المفاجأة الكبرى، هنا المفاجأة الكبرى. طبعا يا ولد هذا هو شلون واضح؟ ايه هذا هو درع اليوتيوب، طبعا درع 100,000 مشترك. حلو، وهاي شنو هاي؟ ما اعرف والله، فلوس ما ادري، اعتقد اكو فلوس او مو فلوس، هاي شو اسمها اللي يمسحون بيها؟ ما اعرف والله، اي طبعوني هاي اللي يمسحون بيها اللي يعني، اي تعرفون شو القصد، شلون مال الموبايل وهاي السوالف، تولي هنا ما اريد هيك. هاي تهنينا على وصولك عدد المشتركين الى هذا الرقم القياسي، والله العظيم سكت قياسي يا ولد. فيشرفنا ان نشاركك في الاعتراف بانجازك، ونريد ان تكون تجربتك استثنائيه باتم من معنى الكلمه. طبعا راح تكون استثنائيه، وغصبا عن الواحد راح تكون استثنائيه، وشو لا؟ انا كل انا استثنائي. هاي الرساله مال اليوتيوب، تقرونها؟ لو ما تقدرون تقرونها، ما تقدرون تقرونها. هل ذكرى المشترك الأول في قناتك مطبوعة في ذاكرتك؟ المشترك الأول؟ أعتقد إيه، كان صديقي أول ما سويت القناة لا اشترك، إيه كان صاحبي. أول مشترك رقم ما؟ لا صراحة ما أتذكره منه. أول مشترك رقم ألف؟ أول مشترك رقم ألف هم ما أتذكره والله. إيه لابد أن الإجابة هي نعم، يعني شلون أقول لك نعم وانا ما اذكره؟ انت شنو مثلا؟ يعني انا هيك يعني هيك نايب بالقناه متابعها واحد يستقبل بي؟ لا مو معقول اذكرها. ونحن على ثقه بان ذكرى 100,000 ستكون ايضا مطبوعه في ذاكره. اوه هاي 100,000 راح تبقى ذاكره او مطبوعه في ذاكرتي من هنا مليون سنه. مليون سنه بالفتحه الثالثه، مليون سنه. أو تعرفوا عليها يوتيوب، من المحتمل أن المعجبين عثروا على قناتك أثناء البحث من خلال صديق، أو ظهرت لهم بين الفيديوهات المقترحة. طبعا شباب يعني شوف هاي هنا خلونا شلون الذكرى أو شيء أو الإنجازات اللي مال القناة اللي أنت استخدمتها، فما أعرف يعني مع أول عباس ما أعرف أشرح لكم. وهنا الصدمة كبيرة، ما أقول كبيرة لا أقول كبيرة. حلو، فهذا هو درع 100,000. طبعا لفظة الألف مميزة، ف هنا تو تراب. فهذا اسمي واضح، ما أعرف إذا كان اسمه واضح، فادي. فيا شباب
بفضل الله ثم بفضلكم قدرنا نوصل هذا العدد من المشتركين وقدرنا ناخذ هاي الجائزة من شركة يوتيوب. طبعا هاي الدرع هذا يجي من امريكا للمعلومة، يعني يجي من شركة يوتيوب من امريكا، فهيك يعني 15 يوم او اقل ويوصل. تمام، فشكرا شكرا، هذا الشيء بفضل الله ثم بفضلكم. لو ما انتم، لو ما رب العالمين وانتم، ما نقدر نوصل هيك شيء ولا محبة العالم. تمام، فشكرا شكرا من صميم القلب، وان شاء الله الجائل او الفرحه هاي تكمل. انا نزلت الاحتفاليه مال 100,000 موجوده بالقناه، ما شايفه روح شوفها. فان شاء الله فرحتنا تكمل بالمليون مشترك، وان شاء الله ما اعرف احكي، ما اعرف الله يعطيك ضحك سوالف، ما اعرف يعني، ما اعرف يعني، مو ما اعرف احكي، ما اعرف اعبركم اللي بداخلي شنو. تمام، شكرا وبس، يلا باي باي.